مواطنين، تقعد لي ناس عندهم أصهانة بين الناس والمواطنين، إيش ذنبنا إحنا؟ أنا كمواطن بريء تقعد لي جنبي ناس كمالية أسرى وأنا ما إلي علاقة، أنا من آدم بريء. يعني طلعوا ثلاث أسرى من هنا، كل أسير يعني بمية شهيد، لهالدرجة أرواحنا هيك هباء منثورة عندهم؟ أنت جاي عامل فيها وطنية وعامل فيها مقاومة بين الناس؟ مش هيك الوطنية والدين والإسلام، بس مش هيك المقاومة، مش هيك الدين، مش هيك الإسلام، ربنا ما قال هيك. اقبل بوقف إطلاق نار أيا كان شكله، وبعد هيك أفقد الإسرائيليين مبررات استمراريتهم في الحرب. أعلن عن تخليك عن الحكم، وبيردد لك آخرين اسطوانة انتهاء حماس يعني انتهاء المقاومة. شو هاي المعادلة السخيفة اللي لا تنطلي إلا على بعض الصدج؟ أي مقاومة اللي أنتم بتمارسوها أصلاً؟ مئات الآلاف من الشهداء خسرناهم، مئات الآلاف من الجرحى خسرناهم، أكثر من 600,000 المعدل خلال 17 سنة من حكمكم، غادر قطاع غزة بما يوازي عدد من هجروا في النكبة، وأنت مش الطرف المنتصر. برامج المونتاج مش راح تغير المعادلات، التباكي مش راح يغير معادلات. انتوا اليوم في حركة حماس بحاجة للحظة واحدة بس تفكروا بمصلحة عليا، تفكروا بمصلحة الناس. الناس غير قادرة على الاستمرار أكثر. المليارات والملايين اللي نهبتوها من الدول ومن الشعوب تحت بند التبرعات والطوفان المالي، أنا بتحدى أنه تذكر حركة حماس أنه ساعدت أبناء قطاع غزة ومن يتواجدوا في الخيام بكابونة واحدة.